فكت الكره المصريه والكابتن الكبير معانا الكابتن علي ابو جريشه طبعا. فعايز اقول لك يا كابتن اهلا بيك، منورنا في البيت الكبير، وعايزين طبعا حضرتك خبره كبيره جدا جدا، وعلى المستوى اللعب على مستوى التدريب. حضرتك شايف لقاء القمه ان شاء الله يوم السبت ما بين الاهلي والزمالك من الناحيه الفنيه شايف ازاي يا كابتن؟ اولا اهلا بيك يا كابتن هاني والكابتن سهام. اهلا بيك واهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب بألف خير يا كابتن. طبعا القمه اللي بيبقى حسابات ثانيه يا كابتن هاني، يعني ليها حسابات بعيده عن ترتيب الفرق وجدول الفرق، يعني القمه بتبقى ليها زي ما تقول بطوله زي ما تعودنا منفصله، وحسابات تانية خالص، يعني حسابات الأندية واللعيبة تبقى حسابات تانية خالص. بس حضرتك شفت طبعا بدليل ان هم في اخر لقاء اليوم كانوا متعادلين وضربات جزاء وتبقى قريبة، لكن من خلال اداء، يعني اكيد حضرتك تابعت اداء النادي الاهلي في يمكن المباراتين اللي فاتوا يعني ونادي الزمالك، يعني من خلال رؤيتك للفرقتين والحاله الفنيه لفريق نادي الزمالك والنادي الاهلي، شايف ممكن تكون المباراه تخرج ازاي؟ مش هقول لك النتيجه، لكن تخرج على مستوى الاداء الفني، مين يكون متفوق على الاداء الفني؟ والله يا كابتن هاني انت شايف انه الكره يا دوب لسه راجعه بقالها ماتش او ماتشين. صحيح. يعني فخلي بالك دي لازم احطها في الحسبان، يعني يمكن الفورمه العاليه قوي ما اعتقدش انها هتبقى موجوده، يعني مش هنشوف مثلا في اداء وفي لعب لكن خلي بالك الفتنس ما اعتقدش هيبقى فيه في احسن حالاته. مش بكامل لياقتهم يعني يا كابتن. نعم؟ مش بكامل لياقتهم يعني. طبعا. ولكن برضو يعني في تبديل خمسه، اعتقد ان برضو بدلاء ليهم دور مهم في المباراه زي طبعا دي. بقى متاح دلوقتي. وقدره المدربين بقى على الاحتفاظ بالاوراق اللي ممكن يدفع بيها في الوقت المناسب في وقت معين، وخصوصا ان الفرقتين كبار وعندهم ما اقدرش اقول بدائل لكن عندهم لعيبه على نفس المستوى، ويفرق كتير جدا المدرب بيستخدم لعيبته امتى يبدا بده ويستنى ده ويجهز ده، دي بتبقى حسابات يعني في غايه الاهميه في ماتشات زي دي، خصوصا في ظل عدم اكتمال اللياقه البدنيه للمستوى العالي اللي احنا المفروض يعني عارفينه على الفرقتين. اكيد يا كابتن حضرتك تابعت قمم كتيره جدا جدا لنادي الاهلي والزمالك، فعايزين حضرتك تقول لنا ايه الفرق ما بين اجواء القمه ما بين الاهلي والزمالك في الماضي، يعني في الستينات والسبعينات ودلوقتي، يعني قول لنا يعني المقارنه سريعه كده. لا في فرق كبير، فرق كبير. بصراحه يعني فرق، كان زمان انت بتروح مهرجان تتفرج على الاهلي والزمالك فعلا. ناس رايحه مبسوطه وسعيده وقاعدين جنب بعض، وتلاقي الاهلاوي قاعد جنب الزملكاوي. ما كانش في مدرجين يا كابتن، يعني ما كانش في مدرج لجماهير الاهلي والزمالك. لا في بس تلاقي برضه الناس قاعده جنب بعض، يعني تلاقي الفنانين حتى دور الفنانين بيبقى دايما تلاقيهم يحضروا ماتشات تلاقيهم قاعدين جنب بعض والناس قاعده جنب بعض. ايه احلى ايه؟ اتفضل. الدنيا مهرجان، يعني انت رايح مهرجان تتفرج على مهرجان تتبسط، ما كانش فيه الفاظ وحشه، ما كانش فيه شد، ما كانش فيه يعني بصراحه لا فرق كبير. في فرق. انت دلوقتي بتروح على اعصابك وتبقى متوتر والدنيا يعني بصراحه اتغيرت جدا يعني. لا صحيح. بس ايه افضل مباراه قمه حضرتك يعني شفتها او حضرتها كابتن علي وما تنساهاش وتفتكر مواقفها؟ والله يعني هي دايما شاده الناس مباراه القمه، بصرف النظر في الماتشات دايما في ماتش للفرقتين، ماتش للاهلي والزمالك، الاهلي تعادل خد البطوله، ومره الزمالك تعادل خد البطوله. يعني فلذلك قد كده المستوى بيبقى متقارب، اللعيبه كمان ساعتها بتبقى يعني مش محتاج المدرب يحفزه لان هو بيبقى عنده الحافز اوريدي لانه عايز يظهر في احسن حالاته، الماتشات دي متذاعه على العالم العربي كله متذاعه والاعلام كله مركز عليها، واللعيبه عارفه ان اللي بيلعب الماتشات دي بمستوى عالي بتفرق معاه جدا في يعني طبعًا. بعد كده طبعا. فلا هي فعلا مباريات قمه جميله، وساعات بتبقى كده وساعات بتبقى في الحرص بقى لما بيغلب عليها اكتر، والخوف من الهزيمه لما يغلب عليها اكتر بتبقى مش قمه بتبقى. أيوه. بصراحه حتى بتطلع ساعات
المقالات والصحافه الرياضيه بتتكلم بقى على ان فلو غلب عليها الخوف والخوف من الهزيمه والقلق والكده، لا دي مباراه لازم نتمتع بيها ولازم زي ما بتشوف اوروبا كلها، انت بتشوفي ماتشات وبتشوفي اهداف، وشفنا طبعا برشلونه 8-2 مع البايرن. صحيح. لا حاجه طبعا يعني غير التوقعات خالص يعني. لا خارج التوقعات. لان دايما دايما وكابتن هاني عارف طبعا راجل لعيب دولي وراجل اللي يحسم المباراه اللعيبه في الملعب. ده حقيقي. المباراه تحسم في الملعب. ده حقيقي. احنا لينا حسابات ممكن جدا تتفرج على حاجه ثانيه غير اللي احنا قلناها. اكيد صح. كمان يا كابتن الظروف دي كمان يا كابتن مهم قوي كمان النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، نقطتين. النقطه الاولانيه ان الجماهير كانت بتروح تستمتع، الاجواء كانت اجواء جميلة. يعني احتفاليه جميله، الناس بتروح من غير شد عصبي بالضبط. كمان على مستوى اللاعبين اعتقد كان ما كانش فيه تحفظ، وما كانش فيه لا برضو على مستوى اللاعبين رايحين فرحانين ان هم بيلعبوا المباراه كبيره، مباراه قمه امام كل الجماهير. ولا يحصل مشكله في الملعب ده اللي بتكلم عليه. طبعا خالص لا ما بيحصلش بينهم مشاكل، لانه لعيبه كبار ولعيبه على قد جماهيريه وعلى قد المسؤوليه، ولعيبه في منتخب مصر معظمهم مع بعض، فبالتالي بيخلص الماتش خلاص الموضوع انتهى. يعني الدنيا مش هتتقلب، يعني انه انا خسرت النهارده وكسبت بقى، هي كوره كده. امال برشلونه يعمل ايه اللي خسر 8 فعلا ومعاه ميسي ومعاه احسن لعيبه في العالم. صحيح. فالكوره فيها كده، لازم الناس تتقبل ولازم اللعيبه تتقبل ولازم اللعيبه ليها مسؤوليه كبيره يا كابتن هاني. حقيقة كابتن. ان هم يعني البدايه تبقى من عندهم، ان يبقى الروح الرياضيه هي اللي بتسود في الملعب، ودي هتخلي الناس كلها والجماهير كلها في حاله. مرورا بالسوشيال ميديا يا كابتن علي. وبالظبط. ومش عايزين الحاجات دي كلها يا جماعه بتاجج يعني مشاعره وكده، احنا نفسنا الامور تبقى خالص عن الرياضه. ترجع تاني احتفاليه ونتبسط، ومش مهم لانه الكوره مش هتخلص لو ونحفل عادي برضه، ونحفل عادي. ما هو ده الاستمتاع بكره القدم، خاصه لما بتبقى مباريات كده بين الاهلي والزمالك، احنا بنستمتع بده. بس ما تخرجش بره الاطار ده، ما تخرجش براه ابدا ابدا، لانه برضه يعني ما يصحش. الرياضه رياضه. وطول عمرنا بنلعب، وطول عمر الاهلي ده بقاله. وكنت زمان تسمع كلمه الروح الرياضيه دي يعني، وفاهم معناها دلوقتي انعدمت خالص. لا يعني هو ما انعدمتش خالص لدرجه. لا والله احنا بنحاول احنا نرجعها. لا بالعكس، احنا دورنا ان احنا نوعي كمان. وانا بضم صوتي لصوتك يا كابتن في عمليه مهمه جدا، ان هم اللاعبين هم الشراره الاولى لنبذ العنف والتعصب. وكمان لازم تعرف، وخاصة مباراة الأهلي والزمالك دي مباراة مش مصر بس اللي بتشوفها، ده الوطن العربي بيشوفها، وكمان الوطن العربي كله وفي العالم كله، الناس المهتمة بالكرة في مصر والأهلاوية والزملكاوية في أمريكا. الناس تحس إن إحنا عصبيين قوي، وإن إحنا بناخد الأمور على مش مشكلة، إن أنا حتى لو اتخبطت وجاء الراجل سلم عليا زميلي أو ما سلم عليه زي ما بنشوف في أوروبا. ده حقيقي. يسلم عليه فيعني يا ريت الأمور اللعيبة تتدارك الأمر، والعملية تتجاوز حته ان انا المكسب والخساره. ان شاء الله. انت راجل رياضي وراجل لعيبه على مستوى، وبتمثل نادي كبير قوي، فبالتالي لازم تصرفاتك تبقى كبيره. كم يا كابتن علي؟ نعم؟ كم متوقع المباراه؟ كم؟ كم في ظل الظروف دي صعبه والله، لانه زي ما بقول الماتشات ما بقالهاش مده بتتلعب، وما اعتقدش الانديه الاهلي والزمالك يعني قدموا احسن ما عندهم في الثلاث اربع ماتشات كده. بترد بطريقه دبلوماسيه بس، ماشي ممكن نمشيها. لا يا عمليه التوقع بيبقى كل شيء وارد. ده صحيح. كل شيء وارد، ودايما زي ما بقول برضو اللعيبه اللي تحسم العمليه في الملعب. صحيح. يعني طبعا بنتكلم في وادي وال 90 دقيقه هم اللي يعني واللعيبه هم اللي بيحكموا. صحيح. بالظبط. فنتمنى اهم حاجه من كل ده اللي احنا مركزين عليه، والكابتن هاني وبرنامجكم الجميل، ان احنا لازم يكون عندنا روح رياضيه، ولازم ندي انطباع جيد للناس. ان شاء الله. وانتوا عليكم كابتن علي اللي احنا طبعا. ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. ان شاء الله ده اللي بنطلبه. وبنشكر كابتن علي ابو جريشه طبعا فكه الكره المصريه على، وبضم صوته لصوته. ان شاء الله المباراه عايزينها تخرج ان شاء الله في اطار نبذ التعصب، واطار كمان ان دي رساله لكل بيتفرجوا، اذا كان موجودين في مصر او في الوطن العربي او في العالم، ان احنا ان شاء الله باذن الله لعيبه منتخب مصر ولاعيبه النادي الاهلي والزمالك عندهم روح رياضيه، ودي ان شاء الله تنعكس على
كمان زي ما انت بتقولي على السوشيال ميديا، ويكون في جو من نوع من الهدوء ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه.